رئيس وزراء ما عنده حزب ولا عندي كتلة غير كتلة الشعب. العراقيون أولا وأخيرا، أنا منهم وخادما لهم، فهم حزبي وكتلتي وهم السند والعضد. هذه كلمات كررها الكاظمي مرة أخرى أثناء زيارته لوزارة النفط ولقائه بالكادر المتقدم للوزارة. فليسمع الأصم وليتفكر العاقل. نتبين حكومة ضعيفة لأنها الحكومة حكومة مستقلة بالكامل. وحول الأزمة المالية التي تلتف حول عنق الاقتصاد العراقي، أكد الكاظمي أنها لم تكن وليدة اللحظة وليست انعكاسا لهبوط أسعار النفط العالمية وحسب، فهي ناتج عن تكالب عوامل داخلية وخارجية عدة، في صدارتها الفساد الذي ينخر بجسد الدولة العراقية منذ 17 عاما. أسعار النفط انهارت، هذا سوق، ولكن سوء الإدارة اللي ورثناها من الماضي منذ عام 2003 ولحد الآن خلتنا نتعامل كأنما رد فعل. إرث ثقيل ورثته حكومة الكاظمي من سابقاتها، وها هو رئيسها العراقي حتى النخاع مصطفى الكاظمي يشخص الخلل ويبتكر العلاج، علاج وصفه البعض بأنه الكي، ومن أفضل من الكي كعلاج أخير للمستعصي من الأمراض الخبيثة، ومن أخبث من علة الفساد. الكاظمي رسم ملامح السياسة العراقية للمرحلة المقبلة مؤكدا رفضه لسياسة ردود الأفعال. حالة أسعار النفط وقعنا في أزمة، ولهذا أقول الإصلاحات المالية والإدارية اللي قاعد نقوم بها اليوم خلية الأزمة المالية هو ليس الهدف فيها رد فعل لإنهاء أسعار النفط، وإنما إصلاح القطاع المالي والاقتصادي والإداري في البلد حتى يأسس لوضع صحي طبيعي، مو تكون سياستنا رد فعل لإنهيار أسعار النفط. ولأفواه الشر وأبواق الشوشرة كان الكاظمي بالمرصاد حين واجههم بالقول: عرفناك من الشوشر، ويحاول أن يبين الحكومة كلمات تتراجع. لا، الحكومة عندها ورقة بيضاء للإصلاحات في كافة القطاعات. صار هناك لغط وصار هناك تشويهات وصارت هناك مزايدات لكتل سياسية. الإصلاح أو الإصلاح، أما التراجع فمصطلح ليس ضمن قاموس الكاظمي. عملية إصلاح لجسد العراق العليل منذ عقود، الكاظمي طبيبها الجراح والشعب طاقمه الطبي. أما الساسة فمن أراد أن ينال شرف إنعاش العراق فالمجال متاح والفرصة مواتية، ومن أراد الاستمرار بعبثه وفساده فليعلم أن الوقت يمر وميزان العدالة لا يباع ولا يشترى. ليش الناس يجلع يسوي إصلاح؟ أما التراجع ماكو تراجع.